السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب المرحلة الثانية كلية الهندسة جامعة ديالى، في درس من دروس الكورس الثاني اللي هي مايكرو بروسيسور بروجرامينج. إن شاء الله راح ناخذ بهذه المادة ما هي المعالج الدقيق اللي هو 8086، وكيفية برمجة هذا المعالج الدقيق والتعرف على أهم وأدق تفاصيله. بداية راح ناخذ overview على المعالج الدقيق، وبعدها ننتقل إلى الـ functional block، وبعدها إلى الـ pins and description. هنا راح نوضح أهم المواضيع اللي راح نتناولها بمحاضرتنا. راح نتطرق إلى الـ 8086 كمايكرو بروسيسور، الأركيتكتشر لهذا المعالج الدقيق، أنواع المودات اللي يتعامل وياها اللي هي المينيمم مود والماكسيمم مود، الأدريسنج مود لهذا المعالج، والإنستركشن سيت والإنستركشن فورمات، والأسمبلر directive and operators، و programming with the 8086 interfacing memory input output ports. وراح نقارن هذا المعالج بمعالجات من أجيال مختلفة لشركة انتل. ابتداء نحن نتعرف على الفيرست جنريشن للمعالج للمعالجات، والسكند جنريشن، وبعدها نتناول الثيرد جنريشن والفورث والفيفث، then newest type of generation. بداية حتى نعرف الفروقات بين الجيل الأول والجيل الثاني والأجيال المتتابعة، أخذنا أهم النقاط ابتداء بسنة الصنع والتقنيات المستخدمة وعدد البتات لكل معالج، عدد البنات لكل معالج، وأهم الامتيازات التي يمتاز بها جيل عن جيل. أول معالجات ظهرت سنة 1971 إلى 1973 شركة أنتل، كانت تستخدم الـ PMOS technology non-compatible with the TTL، كانت 4 بت بروسيسور 16 pins 8 and 16-bit processor اللي هي 40 pins. Limitations of pins signals are multiplexed. هذا أول يعني أول generation صنعته شركات المعالجات وأشهرها شركة أنتل. إحنا أخذنا العام بمادة fundamentals of computer science، ما هو CPU المعالج الدقيق، وأخذنا Central Process Unit وحدة المعالجة المركزية، ووضحنا تفاصيل وحدة المعالجة المركزية وأهم مكوناتها، كانت الرجسترات وبها وحدات إدخال ومعالجة ووحدات إخراج وبها ميموري وبها عناوين وإلى آخره. المعالج الدقيق وهو باختصار هو حالة مبسطة من CPU، لأنه CPU هو يعتبر من الأجيال الحديثة والمتقدمة نتعامل وياها اليوم، وخصوصا بالحاسبات اللي صار الكور اي 3 قديم نوعا ما، لانه نزل الكور اي 5 والكور اي 7 والكور اي 9 اللي هو عقل الحاسبة. هنا راح نوضح بهذه المادة ما هو المعالج الدقيق. المعالج الدقيق هو اي جهاز الكتروني يقوم بعملية معالجة، عندنا ادخال، عندنا معالجة، عندنا اخراج، كل الأجهزة الإلكترونية اللي نستخدمها اليوم تحوي على معالجات بسيطة ومعالجات دقيقة. هنا إن شاء الله بهذه المادة راح نفهم المعالج هذا، أنواع المعالجات، شلون دي يشتغل هذا المعالج، كيفية يعني أخذ الأوامر، كيفية معالجتها، كيفية تخزينها، كيفية إخراج هذه البيانات عن طريق يعني عن طريق أشياء ملموسة كالسنسرات وغيرها، أو عن طريق يعني حساب منطقي أو حساب لوجيكال رقمي. ف
فاحنا اخذنا هنا المعالج من الجيل الاول بهاي التفاصيل. نجي ناخذ السكند جنريشن اللي طلع سنة 1937. التقنية المستخدمة طبعا بدت تختلف، قمنا نستخدم الـ NMOS تكنولوجي، صار اكثر سرعة من الجيل السابق و higher density، صار compatible و TTL بخلاف الـ first generation. عندنا 4 و 8 و 16 بت بروسيسر 40 pins، ability to address large memory space عن الجيل السابق، and inputs output ports. عندنا هنا a greater number of levels of subroutine. عندنا better interrupt handling capabilities. هذا هو الـ 8085 والذي يعرف ب 8-bit processor. بعدها سنة 1978 during 1978 التقنية المستخدمة صارت HMOS technology. عندنا faster speed, higher packing density. عندنا 16-bit processor 40 و 48 و 64 pins. مثل ما نشوف صار عندنا اختلاف عالي بعدد البنات للمعالجات. Easier to program. عندنا dynamically هنا relatable programs. عندنا the process has multi-divided arithmetic hardware, more powerful interrupt handling capabilities, while fixable inputs output port addressing اللي هو until 8086 اللي هو 16-bit process بخلاف الجيل اللي قبله اللي هو 8-bit process. بعدها طبعا عندنا الجيل الرابع اللي هو طلع 1980 low power version of HMOS technology HCMOS. عندنا 32-bit processors. عندنا physical memory space 2 power 24 bytes يوصل 16 ميجا بايت. عندنا virtual memory space اللي هو 2 power 14 bytes اللي يوصل الى يساوينا 1 TB. عندنا floating point hardware supports an increased number of addressing mode. طبعا مثل ما نشوف كل مدى يتقدم المعالج كل مدى تزيد السرعة، كل مدى يقل الباور المستخدم بين جيل وجيل اخر، التقنية المستخدمة تبقى يعني تصير اطور اكثر من السابق، عدد البتات للمعالج تزيد طبعا اكثر. مثل ما نشوف اليوم عندنا 64 bit process. Then الفورث هذا الفورث جنريشن، then الفيفث جنريشن البانتيوم اللي لحق او سامع بالبانتيوم يعتبر الان جدا قديم. بعدها نزل السيليرون، وبعدها نزل الدول كور، then الاجيال اللي نعرفها اليوم كور اي 3 وال 5 وال 7 وال 9 مؤخرا. ناخذ الفانكشنال بلوكس للمعالج بصفة عامة والـ 8086 بصفة خاصة. كل معالج يحتوي على وحدة Arithmetic Logic Unit، مثل ما نعرف احنا Performs Arithmetic and Logic Operation. عندنا Register Array or Internal Memory، اكيد لازم يكون عندنا Internal Memory او Register Array، مصفوفة خزنية او تعتبر وحدة خزن يعني Internal داخلية. وعندنا Flag Registers. الفلاج ريجستر هو ريجستر الحالة، بمعنى انه القيم الناتجة عن عمليات الضرب او الجمع او القسمة او العمليات الحسابية والمنطقية، اكيد الفلاج ريجستر راح يفهمني كمبرمج انه ناتج العملية كان سالب، ناتج العملية كان موجب، ناتج العملية كان ايفن، ناتج العملية كان اود، حتى اعتمد بالعملية القادمة على يعني الكونديشن مالتي راح يكون بالاعتماد على القيمة المخرجة، بما انه انا سويت شرط، الشرط يقول اذا كانت القيم موجبة اذا اكمل البرنامج، او اذا كانت القيم سالبة اخرج من البرنامج لمقارنة بين رقمين، والى اخره من كونديشنات ان شاء الله راح ناخذها في دروس لاحقة. اكيد لازم يكون عندي فلاج ريجستر، من خلال الفلاج ريجستر اقرر النيكست ستيب. عندنا التايمينج اند كنترول يونت، وحدة السيطرة هنا، وحدة السيطرة هذه الوحدة هي المسؤولة عن السيطرة طبعا بالتوافق مع الفلاج ريجستر والارثمتيك لوجيك يونت
والبي سي اي بي والرجسترات الموجودة الباقية داخل المعالج، هي المسؤولة عن يعني تصنيع وإنتاج إشارات السيطرة الداخلية والخارجية الخاصة بالمعالج. عندنا ثلاث أنواع من الباسز، الكنترول باس ينقل إشارة سيطرة، والأدريس باس ينقل إشارة عناوين، والديتا باس ينقل البيانات. عندنا PCIP generates the addressing of the instruction، راح يسوي لنا generate للأدريس of instruction للتعليمة، to be phaged from memory and send through address to the memory. هنا عندنا راح ينشئ لنا عناوين حتى نقدر ناخذ هذه العناوين من الميموري ونسوي لها phaged from the memory and send through address to the memory again. الانستركشن ديكودينج يونت، ايضا الانستركشن ديكودينج احنا نعرف عندنا ديكودينج وكودينج. الديكود هو عكس الكودينج، هي عملية تفسير التعليمة بعملية الديكودينج وفهم التعليمة والمراد بهذه التعليمة اللي هي الأوامر الموجودة حتى نقدر ننفذها. Overview على المعالج 8086، هو أول 16 بت process released by Intel، هو أول معالج نوع 16 بت أصدرته شركة Intel سنة 1978. يستخدم تقنية الـ HMOS technology. الآن manufactured using HMOS third technique. طبعا هاي التقنية هي الأحدث أو الآخر أصدار طبعا من هذا من تقنية الـ HMOS الموجودة. Approximately 29,000 transistor، يحتوي على 29,000 transistor 40 pin، يعتمد على 5 volt supply. Does not have internal clock، هذا النوع من المعالج لا يحتوي على clock داخلي. External asymmetric clock source with a 33% duty cycle. 20 bit address to access memory، عندنا 20 bit خاصة للأدريس للوصول إلى الذاكرة. بإمكانها عنوانة بإمكانها عنوانة عنوانة الانستركشن to 2.21 ميجابايت of memory space، التعليمة اللي ممكن نكتبها حتى توصلنا إلى العنوان الخاص بالذاكرة، توصل إلى 20.20 واللي تساوي لنا 1 ميجابايت. إذا عندنا حرية أكثر بكتابة العناوين، كأن يكون إذا رد نوصل لمكان معين وباستطاعتك أن تذكر يعني جملة واحدة فقط، فهذا الموضوع راح يصير متعب لأنه راح نحتاج أكثر من كلمة لوصف مكان دقيق. هنا عندنا 2.20 واللي راح تساوي لنا 1 ميجا بايت كمساحة عنونة للميموري، يحتوي على 29,000 ترانزستور. الأدريس ميموري سبيس is organized in two banks of 512 KB each. هنا راح نقسمهم، راح نقسم العنوانة إلى قسمين رئيسيين، كل قسم هو 512 KB. الأول هو الإيفن أو اللور بانك، والثاني هو الأود أو الهاير بانك. الأول راح نقدر نعنونه باستخدام الرمز اللي أي صفر، اللي يستخدم لاختيار الايفن بانك. اند الكنترول سيجنال البي اتش اي راح نستخدمه لوصولنا للاود بانك. راح ان شاء الله نفتهم هاي التفاصيل اكثر من نتعرف على البنات والفانكشنز ان شاء الله بالسلايدات القادمه. هنا uses a separate 16 bit addressing for input output mapping device can generate 2.16 واللي تساوي لنا 64 كيلو بايت ادريس مثل ما قلنا. هذه المساحات اللي راح نستخدمها وصولنا، راح نقدر نوصل بها او ننشئ بها عناوين وصول الى الذاكره
على مود نستخدم البيانات المخزونة بذاكرة معينة أو محددة. Operates in a two mode. المعالج هذا راح يعمل ب two mode. Mode minimum و mode maximum. هنا راح نقرر by the signal at MN and MX pins. هنا راح نسأل كيفية اختيار المينيمم مود أو السيجنال مود عن طريق البينز. بعد ما راح نفهم إن شاء الله البينز and signals راح نقدر نعرف كيفية العنونة وكيفية اختيار المود المطلوب. مثل ما نلاحظ أمامنا عندنا 40 pins ظاهرات أمامنا بهذا المعالج. هاي البنات هي عبارة عن يعني عن مداخل ومخارج في بعض الأحيان، وعن مخارج في بعض الأحيان، وعن مداخل مثل الـ VCC في بعض الأحيان. بداية حتى نقدر نبرمج هذا المعالج ونتعامل وياه ونعرف تفاصيله بدقة، لازم نفهم هذه البنات ونقسمها على مود يسهل فهمها على شكل جروبات، ونفهم كل جروب شنو الغرض من عنده وشنو إمكانياته حتى نقدر نتعامل وياه. بداية عندنا الـ AD0 للـ AD15 مثل ما تشوفون، AD0 للـ AD هي 14 وهذا الـ AD15. هذه البنز الأمامنا هي bidirectional، بمعنى أنه ممكن أن أستخدمها كإدخال وممكن أني أستخدمها كإخراج. وهذه نفسها البنات ممكن أستخدمها كعنونة، أستخدمها للعنونة وممكن أستخدمها لنقل بيانات. عندنا low order address bus. These are multiplexed with the data. ممكن مثل ما قلنا نستخدمها multiplexed، ممكن ويا data وممكن تكون addressing. When AD lines are used to transmit memory address, the symbol A is used to instead of AD. من استخدم البن لعنونة هنا ميموري ادريس لاستخدامها للعنونة بالميموري، الرمز راح يكون A عوضا عن الAD. ومن راح استخدم هذه البنز اللي ذكرناها قبل قليل كنقل بيانات، راح استخدم الرمز D عوضا عن AD. فاني افهم من استخدمها for example D0 D7 او من D8 للD15 او من D0 للD15، هذه استخدمت هاي البنات كداتا باس. اما اذا اي مثل اي صفر للاي 15، انا استخدمتها كادريس هنا. اما البقيه اللي هي الاي دي 18 والاي دي 17 والاي دي هنا 16 سوري 17 و18 و19، اذا نلاحظ راح نلقى سلاش اس 3 اس 4 اس 5 اس 6. هذه مثل ما نشوف هي one direction اللي هي output فقط مو bidirectional. High order address bus. These are multiplexed with the status signal. هذه multiplexed ويا من؟ ويا الـ status signal، إشارات حالة راح نفهمها إن شاء الله. عندنا الـ BHE active low اللي هو multiplexed ويا من؟ ويا C7 كأوتبوت. هذا نشوفه رقمه 34. هذا يستخدم لتفعيل enable data onto the most significant half of data bus. يستخدم لتفعيل البيانات إلى significant half of data bus من ال D8 إلى D15. هو 8-bit device مربوط to upper half of data bus using BHE active low signal. It is multiplexed with the status signal اللي هي S7. نجي على المينيمم والماكسيمم. قبل قليل وضحنا انه ممكن للمعالج 8086 ان يعمل بتو مود. المود الاول هو المينيمم والمود الآخر هو الماكسيمم. اللي راح يقرر يا مود نستخدم مع هذا المعالج هو البن MN MX اللي رقمه 33 MN MX. من خلال الإشارة الداخلة راح يتحول عمل الـ 8086 من مينيمم إلى ماكسيمم أو العكس حسب حاجتنا. عندنا الريد،
عندنا الريد الار دي هو الاكتيف لو. هذه الاشاره تستخدم لعمليه القراءه. هذه الاشاره هي تستخدم لعمليه القراءه. اذا فعلنا البن ار دي معناها اني راح اسوي عمليه قراءه بداخل هذا المعالج. عندنا البن تيست. التيست هو مدخل مثل ما نشوف احنا ومشير له باللون الازرق هنا. التيست هو عباره عن اشاره ادخال للمعالج. فاذا دخل عندنا بيانات للمعالج راح ينطينا خبر انه احنا لازم ننتظر، لازم نسوي انتظار لحين اكمال الانستركشنات المطلوب تنفيذها. Input is test by the wait instruction will enter a wait state after execution of the wait instruction and will resume execution only when the test is made low by inactive hardware. إذا الهاردوير الخارجي اللي انطى إشارة لو، إلا بعد ما ينطي الهاردوير الخارجي إشارة لو عن طريق البن تيست، يلا يقدر المعالج بإكمال عمله. هذا الإيعاز يستخدم لمزامنة an external activity إلى activity خارجية، لمزامنة activity خارجية مع الـ internal operation حتى أقدر أوافق بين الجهاز الخارجي والمعالجة الداخلية عن طريق هذا الإيعاز، يا أما بإدخال قيمة حتى نخلي المعالج ينتظر تنفيذها وبعدها راح يكمل مزاولة العمل. فبهذا أنا أقدر أسوي synchronize، أقدر أنظم العمل بين هذا المعالج وعمليات خارج هذا المعالج، بين أنطي إيعاز أنه يتوقف لفترة بين ما أكمل آني خارجيا then أقول له كمل الإيعازات والعمليات داخليا. عندنا ready. This is the acknowledgement from the slow device or memory that they have complete the data transfer. هنا أنا راح أعلم عن طريق هذا البن، راح أعلم المعالج بأنه اكو جهاز خارجي، الجهاز الخارجي المربوط كذاكرات خارجيه بالمعالج بانها بطيئه او هسه يلا قدرت تكمل عملها خارجيا. فانا انطيتك اعلام بانه العمليه الخارجيه تمت بنجاح وتمت عمليه النقل. This signal made available by the devices is synchronized by 8284A clock. طبعا هذه راح تكون يعني العملية بمساعدة هذا الديفايز الخارجي اللي يحتوي على clock generator to provide ready input to the 8086 حتى نهيئ المعالج لاستقبال بيانات خارجية. عندنا الريسيت. كل معالج دقيق من ضمن معالج الحاسبة او الموبايل مثل ما نعرف احنا عندنا دقمة اسمها ريستارت. نفرض احنا دا نشتغل على الحاسبة والحاسبة صار بها يعني فت something وردنا نرست الحاسبة او ردنا ننهي كل الاعمال الحالية على الحاسبة رغم ان الحاسبة تعمل وتنفذ برامج معينة. بمجرد انك ان تضغط مباشرة على الريستارت راح تنهي الحاسبة كل برامجها وكل انستركشناتها وتروح الى حالة الريستارت. هنا نفس الموضوع بالضبط ويشرح لنا اياه بطريقة واضحة ودا يفهمنا شلون تتم هاي العملية عن طريق الريسيت بن. بمجرد ما استلم اشارة من الريسيت بن راح انهي كل تفاصيل العمل داخل هذا المعالج. عندنا الكلوك. The clock input provides the basic timing for a processing operation. راح يجهزني بال basic timing for a process process operation and bus control activity. راح يجهزنا بالوقت البسيط لعمليات المعالجة و bus control activity وراح يفعل موضوع ال control activity بالباص عن طريق موجة مربعة
هنا السكوير ويف with 33% ديوتي سايكل. عندنا إشارة المقاطعة، إشارة طلب المقاطعة اللي هي الـ ANTR interrupt request. هذه الإشارة this is a triggered هنا a triggered input. This is sampled during the last clock cycles of each instruction. احنا نعرف التعليمة لها دورة، الـ instruction لها cycle على مود تتم عملية التعليمة بنجاح من خلال الـ phage then execute then result. هذه الإشارة إشارة الـ input ببساطة راح تتم خلال آخر clock cycle، لأنه عندنا كل clock cycle تتنفذ مرات أكثر من instruction واحدة أو مرات instruction واحدة حسب طول هذه instruction معناها التعليمة. last clock cycles of each instruction لكل instruction to determine حتى على مود نقرر بها the availability of the request. availability of the request availability للطلب الحالي. If any interrupt request إذا كان هناك أي طلب لإشارة مقاطعة بالانتظار، المعالج enters the interrupt acknowledge cycle راح يدخل بدورة إعلام أنه إحنا عندنا إشارة مقاطعة حالية أو عندي أكثر من إشارة مقاطعة بالانتظار، لازم نكمل هذه العمليات. هذه الإشارة is active high بمعنى أنه الإشارة الانتربت إذا طلعت من المعالج معناها هاي very يعني خلينا نقول high priority أنه هاي تنفذ قبل غيرها، لأنه إحنا عندنا أولويات باستلام وتقبل وفهم الإشارة بالمعالج. مثلا مثال بسيط، إحنا دنزاول عمل معين وتمت عملية مقاطعتنا لهذا العمل بعارض معين، كأن يكون اتصال هاتفي، كأن يكون حدث طارئ. هنا راح نقرر هل هذا الانتربت هو هاي برايورتي انتربت، هل هو هاي العملية المقاطعة اللي تمت على مزاولة العمل الحالية هل هي جدا ضرورية لازم اترك العمل الحالي وانتقل الى انتربت حتى اشوف الموضوع شنو وارجع لمزاولة عملي، او هي اشارة غير ضرورية. هنا الانتربت ريكويست هي عملية طلب لمقاطعة تتم من خلال الـ 8086 الى خارج هذا المعالج. الـ 8086 microprocessor can work in two modes of operations. عندنا الـ minimum mode and الـ maximum mode. هنا راح نعرف بالـ minimum mode of operation in 8086 microprocessor do not associate with any coprocessor. بالـ minimum mode إنه دي يشتغل بـ minimum mode أصلا، فما راح يصير أكو تعاون ويا أي coprocessor and cannot be used for multi-processor system. For multi-processor هنا multi-processor systems. بالماكسيمم مود الـ 8086 can work in a multi-processor or co-processor configuration. المينيمم أو الماكسيمم مود operations are decided by the pin MNMX active low. بالعادة هو active low بنسوي هنا active high راح نبدأ نحول من المينيمم إلى الماكسيمم. when the pin is a high 8086 operates in a minimum mode. إذن بالعادة هو يشتغل بالماكسيمم مود، إذا نسوي high راح يكون minimum mode otherwise it's operates in a maximum mode. الـ pins 24 للـ pins 31 for minimum mode operation the minimum هنا minimum maximum is tied to VCC logic high. الـ 8086 itself generates all the bus control signal. يعني هو المعالج هذا هو اللي يسوي generate للall the bus control signal. عندنا الRT R D E N A L E M على هنا I O، وعندنا الwrites وعندنا الANTA. الDTR هو data transfer
transmit receive. عندنا transmit أو receive. هو output signal نجي نشوف ال DT باللون الأخضر أمامنا هي إشارة output signal from the processor to the control the direction of data flow through the data transceiver. عندنا DEN هو data enable. هو output signal from the process من المعالج يستخدم كoutput لتفعيل عملية transceiver. يستخدم لتفعيل عملية transceiver. ALE address latch enable يستخدم to demultiplex address and data line using external latches. عندنا الM input output use a different memory access in an input output access from memory reference intersection. It is high for in and out instruction. It is low. هنا كل هذه البنات اللي بدنا نوضح عملها وكل واحد من عندهم بالضبط مثل عقل اللي يعني نفرض عقل انسان, بس طبعا هو عقل الانسان يفوق كل المعالج الدقيق الموجود على الارض لانه يعالج 400 مليون نابت بير سكند. كل المعالجات تقدر توصل الى اعشار العقل البشري سبحان الله رغم تطورها ورغم كفاءتها والى اخره. هذه اللي نشوفها امامنا وشرحناها ووضحنا منها الكثير. البنات الموجودة مثل ما شفنا انه بن يستخدم للعنونة وبن يستخدم لعملية الانتربت وبن يستخدم لعملية التزامن وبن للكلوك وبن للقراءة وبن لتحويل المود لهذا المعالج البسيط. كل هاي التفاصيل لازم نفهمها جيدا حتى نقدر نتعامل ويا هذا المعالج ونحول من كونه معالج مثل ما نشوف بهاي الامتيازات كيفية التحكم بهذا المعالج واستغلاله. إذا احنا ما نعرف انه يافن من هاي البنات يستخدم للسيطرة, يافن من هاي البنات يستخدم للعنونة او لادخال البيانات او للداتا انيبل او للادريس لاتش انيبل, ما راح اقدر اني استفاد من هذا المعالج او اقدر ابرمجه او استفاد من كل امتيازاته. نكمل ويا ال WR ب 29. هو رايت كنترول سيجنال, هو إشارة كتابة. هو رايت كنترول سيجنال هو احنا نقدر نسميه يعني إشارة سيطرة للكتابة. asserted low whenever a processor writes data راح تكون low حينما المعالج يقوم بعملية كتابة البيانات وين للميموري أو للإنبوت أو الأوتبوت بورت. يعني من أبدأ أبرمج وعندي عملية قراءة فلازم أعرف أنه أنا أسوي لو حتى تتم عملية الـ writing data to memory أو الإنبوت أو الأوتبوت بورت. إذا كانت هاي الموضوع ما راح يتفعل وما راح يصير صحيح. طبعا تفعيله عن طريق أكيد واحد أو صفر باللو أو العكس حسب كل بن وتفاصيله. من نكتب البرنامج وننطي الانستركشن لازم نعرف نختار الرقم الصحيح بالكود البرمجي على مود اعرف انه هذا الكود اللي اكتبه اني راح يفعل لي كان يكون ال WR, راح يفعل لي الادريس لاتش انيبل, راح يفعل لي الداتا انيبل. عندي عملية ترانسميت هنا راح تتفعل عن طريق ال DTR ال ANTA interrupt acknowledge when the interrupt request is accepted. احنا عندنا طلب لعملية المقاطعة. اذا when the interrupt request is accepted حينما تقبل اشارة طلب المقاطعة by the processor the output is low on this line. نعيدها هنا ال interrupt acknowledge اشارة اعلام حينما تكون إشارة الطلب مقبولة من قبل المعالج المخرج ما تشرح يكون راح يكون low on this line. ANTA اللي هو رقم 24.
البن 24 إلى 31 for minimum mode operation. The MN أو MX is tied to VCC logical high. 8086 itself generate all the bus control signals. عندنا الهولد. الهولد هو input signal, هي إشارة مدخلة للمعالج to the processor from the bus masters as a request, راح يكون عن على شكل طلب to the grant grant the control of the bus. Usually used by DMA, dynamic memory access control, to get the control of the bus. هي يعني إشارة, هي إشارة تدخل عن طريق الهولد مثل ما نشوف, هي bidirectional, يعني وكأنها إشارة بسماحية استخدام اللاين, بسماحية استخدام اللاين حتى نستخدمه كإشارة سيطرة على ال 8086. HLDA الهولد acknowledge signal by the processor to the bus master requesting the control of the bus through hold. هي إشارة إعلام من خلال المعالج للباس ماستر تطلب السيطرة على الباس من خلال الهولد. بمعنى لازم تفعل الهولد acknowledge وبعدها نفعل الهولد. The acknowledge is asserted high when the process accepted hold. لازم هاي الإشارة تكون high when the process accept hold. يعني first of all we have to accept hold, then we have to asserted high لل HLDA. During maximum mode operation, the MNMX is low. During a maximum mode operation, the MNMX is granted logic, no, logic low. The pins 24 and 30 are resigned. عندنا S0, S1, S2, هذه هي status signal. شنو معنى status signal؟ تستخدم بواسطة ال 8086 bus controlled to generate bus timing and control signal. نستخدمها للباس تايمينج اند الكنترول سيجنال. These are decoded as shown. هنا هذه الستاتس سيجنال مثل ما نشوف اذا كانت كلها اصفار الانتربت اكنولج راح يتفعل عندنا, اذا كانت 0 0 1 الريد انبوت اوت بورت راح يصير اكتيف, إذا عدنا 010 عدنا Right Input Output Port راح يكون Active, إذا عدنا 011 راح يصير Halt, إذا عدنا 100 راح يكون Code Accesses, هنا عدنا 101 هنا راح تكون عملية Read Memory, then 110 راح يكون Write Memory, 111 Passive Inactive. مثل ما شفنا من خلال الستاتس سيجنال اقدر اقرر المشين سايكل الحاليه اللي راح تكون عندي شلون اقدر اتصرف بها. فان شاء الله راح ناخذ عمليه كتابه الانستراكشن وكيفيه كتابه الانستراكشن حتى اخلي هذا الانستراكشن رغم يعني بطلب مني ينفذ العمليه اللي اريدها اني او اريد اني اسويها. مثل ما نشوف ال S0, S1, S2 هي إشارات مخرجة إلى الخارج, فباختلافها باختلاف أرقامها الثلاثة راح تكون عندي ماشين سايكل مختلفة. إذا ردت أسوي Interrupt Acknowledge لازم أسويهم كلهم أصفار, إذا عندي Read راح أسويهم 001 و Write و Halt و Code Access و البقية إلى Passive Inactive. عندنا بقى الـ Q S0 QS1 QS0 وQS1 هي إشارات مخرجة أيضا. خلينا نشوف شنو الفرق عن إشارات السيطرة السابقة. لQ status the processor provide the status of Q in this line, راح يزودنا بالstatus of Q in this line.
الكيو مثل ما نعرف الكيو هو 1 1 1 1 1، هي صار عندنا كيو اوف 1. The queue status can be used by external device to track the internal status of the queue in 8086. هنا الكيو status ممكن ان نستخدمه by external device، جهاز خارجي، to track the internal status of the queue inside 8086. The output on QS0 and QS1 can be interrupted. ممكن الإشارات الخارجة من QS0 والQS1 بالإمكان مقاطعتها as shown in the table. إذا كان الاثنيناتهم أصفار إذا ما عندي عملية حالية. إذا كان عندي 0 و 1 ف first byte of the opcode from Q ناخذ بس ال first byte. إذا عندنا 1 و 0 راح نقول empty the Q، فرغ ال Q الحالي. إذا عندنا 1 و 1 عندنا a subsequent byte from Q، نسوي عملية subsequent byte لل Q. إذا هي إشارات راح يقررها ال 8086 او يؤمر بها هنا external device، يا اما باعلامه انه no operation او first by an opcode from Q او empty the queue او subsequent bytes from Q. وصلنا الى ال HQT ال GT0 وال QR عندنا، وعندنا log QR sorry RQ GT0 وعندنا RQ GT وعندنا اللوك. ناخذ الباس، الباس ريكويست والباس جرانت. these requests are used by other logical bus masters to force لإجبار المعالج to release the logical bus at the end of the processor's current bus cycle. هنا هي عملية إجبار المعالج بأن يسوي release to the logical bus، بأن يطلق logical bus at the end of the processor's بنهاية عملية المعالجة current bus cycle. These pin are bidirectional. مثل ما نشوف انه هاي البنات هي باي دايركشنال. ناخذ هذه الصوره اوضح طبعا اذا جاء بها خلل بسيط. الار كيو جي تي 0 والار كيو جي تي 0 نفس التفاصيل. These requests are used by other logical bus masters to force the processor to release the logical bus at the end of the processor's current bus cycle. These pin are bidirectional. مثل ما نشوف الار كيو GT0 هو باي دايركشنال، والكيو الار كيو GT1 ايضا هو باي دايركشنال. هذه تؤمر عملية المعالجة باخلاء اللوجيكال باس. ل the request on GT0 will have high priority than GT1. مثل ما وضحنا قبل قليل انه العمليات ممكن تكون يعني عملية ابدا من عملية، مثل ما نشوف الجي تي 0 اللي هو هذا رقم 31 هو higher priority، هو priority مالته اعلى من الجي تي 1. اللوك اللي رقمه 29 an output signal activated by the clock prefix instruction remains active، راح يبقى هذا ال البنز فعال until the complete of the instruction prefixed by clock، راح يبقى فعال لحين نهاية الانستركشن. ال 8086 output low on the clock pin while executing instruction prefixed by clock to prevent other bus master from gaining control of the system bus. بما انه هذا البن رقم 29 لازم يبقى هاي على مود ما يسمح لعمليات
كنترول يعني أخرى على المعالج لحين إكمال الانستركشنات الحالية التنفيذ. بهذا نصل إن شاء الله إلى نهاية الكورس الأول. المطلوب من عندنا بهذا الكورس ابتداء أن نسوي مراجعة سريعة للتفاصيل الأوفرفيو الفانكشنال بلوك البنز أند سيجنالز. أخذنا المعالج الدقيق، أخذنا الفيرست والسكند والثيرد جنريشنز، وأخذنا الفانكشنال بلوك الأهم الأجزاء اللي تكون داخل المعالج، وبعدها أخذنا أوفرفيو سريع على المعالج. أخذنا البنز وسوينا جروبات للبنز الموجودة عندنا، لازم نفهم كل بنز وتفاصيله طبعا حتى نقدر نبرمجه. تفاصيل الدقيقة للبنات الموجودة، لازم نفهم عملية الهاي واللو لكل بنز موجود، الاكتيفيتي لكل بنز طبعا كلش مهمة لازم نعرفها بوضوح حتى الكود ما يكون عندنا بخلل. اي سؤال ان شاء الله نطرحها على الجوجل كلاس روم او حتى على اليوتيوب، وان شاء الله راح اجاوبكم عليه. امنياتي لكم بدوام التوفيق ان شاء الله. ان شاء الله المحاضرة الثانية راح نشرح الانترنال اركيتكتشر، راح ندخل بالاركيتكتشر اوف 8086، وبعدها نكمل وصولا الى الانستركشن ومن ثم البرمجة. شكرا لحسن اصغائكم.